ينضم الينا من لندن الخبير النفطي مصطفى بزركان. مرحبا بك معنا سيد مصطفى عبر شاشه الغد. في البدايه، مفاد هذا التصريح في ظل تجميد التعاملات التجاريه الجديده مع كندا من وزير النفط السعودي؟ يعني يبدو ان هناك جانبان لهذا التصريح، جانب يتعلق بكندا ذاتها، ونحن نعرف انه هذا التوتر الدبلوماسي بين البلدين في قمته، ولكن حسب التصريح السعودي لن يؤثر على العلاقات النفطيه، وهذا ياتي لتهدئه التوتر. لماذا؟ لانه كندا تستورد النفط السعودي بحدود 10% من حاجتها، وهناك محطات التصدير لا تتعامل إلا مع نوعية النفط السعودي التي تستورد 80 ألف برميل يوميا. هذه النقطة. النقطة الثانية وهي تهدئة الأسواق، وهذه نقطة مهمة، بأنه التوترات السياسية لا تؤثر على إمدادات النفط ولا تؤثر على العقود النفطية، وخاصة أن السعودية هي دولة قائدة في منظمة أوبك. إذن سلامة أسواق النفط وسلامة الإمدادات العالمية هي جزء أصيل من دور السعودية في الأسواق النفطية. حدود هذا الالتزام سيد مصطفى باعتبار قطع الإمدادات النفطية ورقة ضغط يعني قوية؟ صحيح، ولكن يعني أخذت منظمة أوبك منذ سنوات وخاصة بقيادة السعودية أنه لا تستعمل ورقة الضغط من خلال إنتاج النفط، ولذلك نرى أنه هذه الرسالة التصميمية للأسواق يعني حصلت عليها الأسواق، وبالتالي هدأت الأسواق. ويوم أمس كان هناك تراجع بحدود 4%، وصل إلى 3% بالنسبة إلى نفط برنت، النفط الأمريكي 2%، اليوم ارتفعت الأسعار بنسبة 10% من تراجعها يوم أمس، وهذا الذي يدل على أن الأسواق احتوت أي تأثيرات جيوسياسية بالنسبة إلى أسعارنا. شكرا جزيلا مصطفى بزركان الخبير النفطي، شكرا جزيلا لك.